بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي طلاب الشهادة الإعدادية، أهلا ومرحبا بكم. معكم الأستاذ محمد سعد، ودرسنا النهاردة عن حديث فضل العلم. الحديث ده مهم جدا يا شباب، من الأحاديث اللي بيجيلي في الامتحان إجباري. لو جاتلي في الامتحان لازم أساسي بيجيلي إجباري. لو قرأنا السؤال كده، عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. معنى وافر، هلاقي عندي اختيارات موجودة، هي واع ومدرك، كثير ونافع، موجود وحاضر، كثير وجميل. أما نركز في معاني الكلمات هلاقي الإجابة عندي رقم 2، كثير ونافع. 2 مضاد أخذ به، هل نسيه ولا جهله ولا أعرض عنه ولا ملكه؟ لا، أخذ به، يبقى مضادها عكسها يعني أعرض عنه. مفرد ورثة، من ضمن الأخطاء الشائعة عندنا نقول مفرد ورثة وريث، لا ده خطأ. مفرد ورثة وارث، اللي هي عندي أول واحدة دي في الاختيارات. دول كده عندي الثلاث اختيارات الموجودين بسهولة، هم حفظ للمعاني وحفظ للغويات بيخليني بختار بارتياحية الحاجات دي. بقى بيقول لي: كيف رغب الحديث الشريف في طلب العلم؟ أقول له: من خلال حفظ الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن طلب العلم طريق يدخل صاحبه الجنة، بيّن أن العلماء ورثة الأنبياء، وضح أن العالم فضله مثل كفضل القمر على سائر الكواكب. ده بالنسبة لي ترغيب الحديث الشريف في طلب العلم. جيم: العلماء دون غيرهم ورثة الأنبياء، ليه العلماء؟ الإجابة السليمة أقول: لأن العلماء هم الذين يقومون بدور الأنبياء في تبليغ شرع الله وفي هداية الناس وإرشادهم، ولهذا كانوا هم ورثة الأنبياء دون غيرهم. أساسي لما بيجي السؤال ده لازم بيقول لي ما الجمال فيه، فأنا لما بصه في السؤال ألاقي ما الجمال في قوله صلى الله عليه وسلم: وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. هلاقي في الحتة دي تشبيه، تشبيه للنبي صلى الله عليه، تشبيه من النبي صلى الله عليه وسلم للعالم ها بالقمر، والعابد بالكوكب، وهذا يدل على عظم منزلة العالم. اكتب من الحديث ما يدل على أساسي الحديث ده عندي حفظ: طلب العلم يسلك بصاحبه إلى الجنة. احنا لما نكون حافظين الحديث علي الإجابة عندي في مقدمة الحديث: من سلك طريقا يبتغي به علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. ده بالنسبة لحديث فضل العلم، من الدروس الجميلة اللي هي سهلة اللي نضمنها في الامتحان إن شاء الله لو جالي إجباري. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.